انا هطالب بها نفسها. ابشر. اقول تخالف الايام والاوضاع تسوق قاربها بدون شراع، تحدنا ونحدها بالقوه، وحنا اسباع منظوره اسباع ما نرتخي لو تاكل اللي تاكل، والله ما جا فينا قصيره باع ومواري الرجال في مرجلته تبين في وجهه وهو راعي فز فزت من يفز انفادي اللي مضرها على المرجع والمرجله درب طويل وممتد وعلي منه ويسره كم مهزاع تلقى الخطلان الايادي معبر في كل مطلع لهم مطلع ما تبرد عظام الرجال الخطل ولا ضعيف الرابعه يرتاع ما يقطع الفرجه نهار الفرجه قطع الفرج يبغى ولد قطاع رجل يشوف ان الرجال تشوفه والله اللي يصل حروته المرباع والطيب للطيب كنان ومذره وما له سنع من خالف الاصناع والمدح ما يرفع ردية المذهب والله ما ترفع لاشة يا الرفاع لو ترفعه بيدينك ورجلينك القاع لو انك تشيله قاع والناس ما نحكم عليهم جمعة اذممنا فيهم ما هي بوساع ما كل من قالوا ضعيف ضعيف ولا كل من قالوا ذراع ذراع. يا سلام يا سلام يا سلام الله عليك يا سعد الله يا ابو سعد. انا ترى بعد شوي عشان يمون وكذا ايه اذكر فيك قصيدة كنت انت محضرها طلعنا في اللوكيشن الثاني ولا قلتها إيه ما حضرها ترى بعد ما حضرتها والله ضحكتك لا حول ولا قوة الا بالله القصيدة هذه كنت محضرها انا اقول انتظروها صراحة نعم كنت محضرها ولا حفظتها وقلت يا سعد انا والله محضر قصيده ولا حفظتها خلها الحلقه الجايه ذكرني بها وقال على خشمي يا ابو سعد وقلتها هناك وكانها ما ضبطت قال والله لا خليك تقول لن فيها دين ولكن ما حفظتها خلها الحلقه الجايه ابدا ابدا ما عندك مشكله الشباب يقولون نبغى نسمع صوت ابو حسن قبل اي والله كلنا نبغى نسمع على خشمك معليش مع ان والله نعادني مكربن